تقرر كوماسال المشاركة في مسابقة غنائية بين الكليات لإسماع صوت والدتها. إيرين يساعد كومسل في هذا، يأخذها إلى مغني مشهور يعرفه منذ قديم الزمان، بوراك كوت. من ناحية أخرى، يتولى بات إدارة مقهى في المدرسة. سيرا هو أكبر مؤيد له. يضعون معاً خططاً لتطوير المقهى. عندما تعلم دولوناي الحقيقة بشأن والدة كومسل، تبدأ في اللين تجاهها. ومع ذلك، عندما لا يستطيع أن يغفر لنفسه، يزداد غضبه. يبدأ في محاولة خطة تخريبية جديدة. كومسل سعيدة جداً عندما تكتشف أن والدتها على قيد الحياة وفي أسطنبول. يذهبون في مهمة مع إيرين. لن يظل البدر خاملاً مرة أخرى. يبدأ في محاولاته لهزيمة هذه الخطة. يشمر بات عن سواعده مرة أخرى للعثور على منزل يمكنه الإقامة فيه مع والدته. سيرا تدعمه في هذا الطريق. يتعين على بات وكومسال قضاء الليل في السوبر ماركت. كومسل تحصل على فرصة لرؤية والدتها. سيكون قادراً على مقابلتها في ليلة مفيدة. لكنهم بحاجة إلى المال للدخول. يقوم الفريق بأكمله بجمع الأموال عن طريق البيع في سوق المدرسة. يتم سرقة الأموال بطريقة مدهشة، وعلى الفريق أن يجد طريقة أخرى للدخول. كومسل يشكك في شخصية باتو الحقيقية. تخيفها احتمالية أن يكون باتو قد ألحق الأذى بأزليم وتبدأ في التحقيق مع باتو. يشمر باتو عن سواعده لينهي علاقته مع تتلي. سيواجهها مهما حدث. أصدقاؤه مع باتو في هذه الرحلة الصعبة. سيذهبان معا إلى الفندق الذي تقيم فيه تتلي ويتسللان إلى غرفتها. يتساءل إيرين عن سبب غضب كومسال من الجميع، ويعتقد أن كومسال مستاءة من شيء متعلق بوالدتها. انطلق في رحلة لحل هذه المشكلة. دولوني لا يترك إيرين وحده في هذه الرحلة. سوف يكتشف ما يسعى إليه إيرين. يشرح تتلي أخيراً سبب رغبته في الانتقام من باتو. ما حدث لأزليم يصدم الجميع. تبدأ لعبة الحياة والموت. دعونا نرى من سنجو من هذه اللعبة الخطيرة. بعد القتال حتى الموت بين إيرين وباتو، يتراجع الجميع إلى زاويتهم الخاصة. ولكن عندما يأخذ تايلان الجميع في إجازة إلى سيرا، يجتمع الجميع معاً مرة أخرى. أصبحت سيرا وباتو مثل صديقين مقربين. يبدأ كومسل بالغيرة سراً من هذه العلاقة. بينما يتجادل كومسل وباتو حول هذه القضية، يجدان نفسيهما فجأة في غابة مهجورة. إيرين على وشك اتخاذ قرار حاسم. هل يستمر في حب كومسل أم يتخلى عنها من أجل شقيقه دولوني، مما يثير الارتباك مرة أخرى؟ لكن هذه المرة يضعه كومسل في مكانه. قصة رحلة الحرية من إزميرا إلى إسطنبول، حيث يلتحق كومسل بجامعة في إسطنبول سرنا عن والده، اسمها السعادة. قررت كومسال الذهاب إلى إسطنبول بحثا عن السعادة، وذلك بفضل باتو الذي التقت به يوم التقت بوالدها. يغادر المنزل تماماً كما فعلت والدته منذ سنوات، ويجد نفسه فجأة في غرفة النوم. الشاطئ الآن في أسطنبول. هذا هو المكان الذي ستتعلم فيه كومسال الوقوف على قدميها والوحدة وخيبات الأمل والصداقة. الشاطئ على وشك الجنون. لقد شهد تقبيل باتو وسيرا. تم الكشف عن الكذبة التي قالها إيرين للجنة المنح الدراسية. كان والده واقفاً على باب غرفته. بمساعدة غونكا، يحاول حل جميع مشاكله بطريقة مفاجئة. تتبع دولوني آثار عائلتها الأصلية. لقد صدم عندما عرف الحقيقة عنهم. تقول سيرا أن تقبيل باتو كان أمراً مؤقتاً. ينظم حفلة كبيرة للتخلي عن هذه الفكرة. بالصدفة، باتو كان في تلك الحفلة كنادلة. يتسبب القتال الكبير بين دولوني وكومسل في أحداث الفوضى. إيرين ينسحب إلى قوقعته الخاصة.
يجد نفسه صديقاً مفاجئاً. والدة باتو تقرر القدوم إلى اسطنبول. يبدأ باتو الاستعدادات للقاء والدته. نكسة غير متوقعة تقلب كل شيء رأساً على عقب. من ناحية أخرى، يلجأ رفعت إلى طريقة جديدة لإعادة ابنته كوميسال إلى إزميرا. قررت كومسال الذهاب إلى إسطنبول بحثاً عن السعادة، وذلك بفضل باتو الذي التقت به يوم التقت بوالدها. يغادر المنزل تماماً كما فعلت والدته منذ سنوات، ويجد نفسه فجأة في غرفة النوم. الشاطئ الآن في إسطنبول. هذا هو المكان الذي ستتعلم فيه كومسال الوقوف على قدميها والوحدة وخيبات الأمل والصداقة. بفضل طاقم الممثلين الناجحين والسيناريو عالي الجودة والمشاهد المثيرة والملونة، سيكون آدي ماتلولوك هو المسلسل الأكثر شعبية هذا الصيف. كومسال، التي قررت الذهاب إلى إسطنبول للبحث عن السعادة بفضل باتو الذي التقت به في اليوم الذي التقت فيه والدها، يغادر المنزل تماماً كما فعلت والدته منذ سنوات، ويجد نفسه فجأة في غرفة النوم. الشاطئ الآن في إسطنبول. هذا هو المكان الذي ستتعلم فيه كومسال الوقوف على قدميها والوحدة وخيبات الأمل والصداقة. بفضل طاقم الممثلين الناجحين والسيناريو عالي الجودة والمشاهد المثيرة والملونة، سيكون آدي ماتلولوك هو المسلسل الأكثر شعبية هذا الصيف. كومسال، التي قررت الذهاب إلى إسطنبول للبحث عن السعادة بفضل باتو الذي التقت به في اليوم الذي التقت فيه والدها، يغادر المنزل تماماً كما فعلت والدته منذ سنوات، ويجد نفسه فجأة في غرفة النوم. الشاطئ الآن في إسطنبول. هذا هو المكان الذي ستتعلم فيه كومسال الوقوف على قدميها والوحدة وخيبات الأمل والصداقة. بفضل طاقم الممثلين الناجحين والسيناريو عالي الجودة والمشاهد المثيرة والملونة، سيكون آدي ماتلولوك هو المسلسل الأكثر شعبية هذا الصيف. تشعر كومسال بالصدمة عندما ترى باتو الذي اعتقدت أنه حر مكبل اليدين، ويحاول بكل قوته تسليمه للشرطة. من ناحية أخرى، يبحث باتو عن طرق لإقناع كومسال بسحب شكواه. إيرين وشقيقته سيران يساعدان كومسال على التعود على إسطنبول. دولوني ليس سعيداً بهذا الموقف. يبدأ في وضع الخطط لإعادة كومسال إلى إزميرا. يتحمل فورال مسؤولية ضمان أن يعيش ابن أخيه باتو بشكل مريح في إسطنبول، ولا يمكن لأحد أن يصدق عينيه عن الحل الذي وجده. أصبح باتو شخصاً مختلفاً تماماً الآن. قررت كومسال الذهاب إلى إسطنبول.